مرحبا بكم مجددا بعد الفاصل الإشهاري، باش نرجع ونبقى ونحكيو على القضية الفلسطينية مرة أخرى لكن من زاوية أخرى. رياضيون يساندون القضية الفلسطينية ويتحدون التهديدات والعقوبات. تقرير للزميلة نهلة إجبالي ونرجع نحكيو. لم تنأ الساحة الرياضية بنفسها عن المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، حيث أعرب عديد الرياضيين العالميين والعرب من خلال تدوينات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي عن مساندتهم للقضية الفلسطينية. الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي عبر منذ سنوات عن مناصرته للقضية الفلسطينية توجه برسالة إلى أطفال غزة. We know that you have been suffering a lot. I am a very famous player, but you are the true hero. Don't lose your hope. The world is with you. We care about you. I am with you. اللاعب المصري محمد صلاح عبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني من خلال تبرعه للهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات لغزة. المعلق الرياضي عصام الشوالي عبر بدوره عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني من خلال تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك. هذا إلى جانب المقدمة التاريخية لعصام الشوالي والتي قال فيها: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟ ووفق الأنباء المتداولة فإن عصام الشوالي قد يواجه عقوبة قد تصل إلى حد الطرد من قناة بين سبور بسبب هذه المقدمة التاريخية. بطل العالم السباح التونسي أيوب الحفناوي توجه من خلال فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي برسالة إلى الشعب الفلسطيني أكد فيها مساندته لأهالي غزة. حبيت نقول شدوا حيلكم فلسطين، شدوا حيلكم، ربي معاكم، رانا احنا ديما نخموا فيكم، ديما نفكروا فيكم، وديما بقلوبنا معاكم بإيماننا بربي، ومؤمنين اللي النصر ان شاء الله يكون بإذن الله في عند اخواتنا الفلسطينيين. وعاشت فلسطين أبية أبدا. السباح المصري عبد الرحمن سامح أكد بدوره أنه تعرض إلى التهديد بسبب موقفه الداعم للقضية الفلسطينية. وللإشارة فإن الاتحاد الدولي للسباحة حذف من صفحته الرسمية صور السباح المصري عبد الرحمن سامح. وزيرة السعادة أنس جبر عبرت بدورها من خلال تدوينة نشرتها على موقع انستغرام عن مساندتها للشعب الفلسطيني وقالت فيها: ما كان يعاني منه الفلسطينيون خلال 75 سنة الأخيرة لا يمكن وصفه، أيا كانت أصولهم أو دياناتهم. العنف لا يجلب السلام أبدا، لا يمكنني بأن لا أقف مع من كانت تؤخذ أراضيهم. لهذا فهم السياق العام أمر هام، النظر لما يحدث الآن فقط وغض النظر أو تجاهل التاريخ تصرف غير مسؤول ولن يجلب السلام. أوقف العنف والحرية لفلسطين. وبسبب هذه التدوينة تواجه أنس جبر خطر الإيقاف عن المشاركة في بطولة رابطة اللاعبات المحترفات ومسابقات اتحاد التنس، وذلك بعد الشكوى الرسمية التي تقدم بها الاتحاد الإسرائيلي للتنس إلى الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفات ضدها. كما تعرض لاعب منتخب تونس ونادي يونيون برلين الألماني عيسى العيدوني إلى هجمة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماهير النادي الألماني بسبب إعلان تضامنه مع فلسطين، وطالب أنصار النادي بضرورة فسخ العقد وإبعاد اللاعب عن صفوف الفريق بسبب مساندته للشعب الفلسطيني. جماهير بايرن ميونخ الألمانية شنت بدورها حملة شرسة على اللاعب المغربي ناصير مزراوي بسبب منشور ساند فيه القضية الفلسطينية. فيما تلقى اللاعب الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي من ناديه ماينز الألماني قرار فسخ التعاقد معه عقب نشره تغريدة مساندة للقضية الفلسطينية. اللاعب الجزائري يوسف عطل والذي عبر بدوره عن مساندته للشعب الفلسطيني من خلال تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض هو الآخر إلى الإيقاف من قبل ناديه نيس الفرنسي بسبب مزاعم حول منشور معاد للسامية.
اللاعب المصري أحمد حسن كوكا عبر هو الآخر عن دعمه للشعب الفلسطيني من خلال تغريدة على موقع تويتر. اللاعب النادي الإفريقي رفيق باشا عبر هو الآخر من خلال تصريح صحفي بكل حرقة وألم عن مساندته للشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني. يعلم ربي كيف حضرنا الماتش، معناها نحكي معك بقلبي بربي، راي صعيبة البارح راهو فيزيوناج نجمش فيديوهات تفرج فيهم كل الناس الكل، اخواتنا كيفاش قاعدين يموتوا في فلسطين. هلا غالب ما نعرفش، معناها بالحق ماتش صعيب علينا اليوم، ماتش صعيب تحضيره صعيب، الحمد لله معناها جديدة اليوم سهلنا على رواحنا الماتش. ما الأهم من هذا الكل، احنا اخوات واحنا اليوم عنا عند الإطوال، أهم حاجة معناها إن شاء الله ما نسمع حاجة باهية منا القدام على اخواتنا اللي قاعدين يموتوا وصغار، حاجة بالحق معناها من قلبي نحكي على الأخر. شفت الجمهور اليوم، جمهور يغني كان على فلسطين اليوم، مقاطع جمهور لك النادي الافريقي، اما جاء اليوم جس يغني على فلسطين. القضية الفلسطينية كانت حاضرة ايضا بقوة في قلوب الجماهير الرياضية التونسية الذين اختاروا التعبير عن ادانتهم للاعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع غزة بطريقتهم الخاصة. مواقف بطولية لبعض المشاهير في الرياضة التونسية والرياضة العالمية عكس بعض الحكام العرب اللي صراحة أداروا بظهورهم لهذه القضية العادلة، لكن ديما فما ربي في الوجود بحول الله. قبل ما نعطي الكلمة للسادة الحضور، توصلني إرسالية قصيرة يقول لك الرياضات الفردية الكل تضامن أنا مع القضية الفلسطينية، نهار السبت والحد ما فما حتى كومبيتيسيون، يقول لك رانا منضمنين. وسي محمد الزقروتي المحب المعروف في الملعب التونسي يقول لك يا سي مكرم اللقام، انت قلت شابو بار لاربع الفرق الكبرى، يقول لك الملعب التونسي راهي قلعه شامخه وراهي جمعيه كبيره، وبالتالي ماكش مؤهل باش تصنف الجماعه شكون هو غير مؤهل باش يصنف زاد. لا الملعب التونسي شخصي رايك، وانا نقول انت رايك مكرم ما نعرفوش برشا، وانا نقول الملعب التونسي جمعيه كبيره، النادي البنزرتي جمعيه شوف كبيره، والنوادي التونسي كلها جمعيه كبيره، كلها كبيره. شوف جمعيات كل كبار كمل كلامي ومن بعد خذ كيفاش تنرفزت مكرم في اطار الديمقراطيه تفاعلا مع الناس اللي تتواصل معنا. قلت لك الكلام هذا، الملعب التونسي جمعيه كبيره. شوف انا جمعيات كل جمعيات كبار، وهذا في اطار الديمقراطيه يجب يحترم رايك كما يحترم رايه، هذه حاجه. بربي صاحبي جماعه كره السله خرجت بيان مسانده للشعب الفلسطيني مش من نظلموش العباد، وخرجت حتى في الباج بتاعها نور الله. صح اي سي سيبي، نبدا معك انت خويا. إسرائيل هي خطر على الجغرافيا وخطر على التاريخ. الكيان الصهيوني. أي. اختارنا من إسرائيل. خطر على الجغرافيا، خطر على التاريخ، خطر على الحق، خطر على الثقافة، خطر على الرياضة. هو الواه صار هذايا لأنه ثم كل الجهات في العالم عندها الحق مش تتكلم على كل شيء. ما عندهاش الحق تتكلم على الكيان الصهيوني. لذا هذا زاد هو شيء قلقها، لكن هي عندها الأسلحة، زاد عندها الأسلحة مش تقاوم الناس هذوكم. لذا بالنسبة لي أنا وقت يجي يتكلم مثلا صلاح ولا لاعب مغربي ولا لاعب تونسي نفهم، يتكلم إنسان كما كريستيانو رونالدو مش من اليوم. كريستيانو رونالدو معناتها تنجم الكيان الصهيوني، تتنجم حتى تغتاله بطريقة أو بأخرى. غتالت هي يغتال معناتها كريستيانو رونالدو برك. لذا هالكيان هذايا غير وكسر كل المفاهيم. ثم داستين هوفمان لو جران تاكتور أمريكان اللي هو يهودي قال لو موند a cessé de vivre وقت إسرائيل
وقع تأسيسها. يهودي داستين هوفمان، وما أدراك ما داستين هوفمان. لذا مهم جدا، مهم جدا أنه شخصيات رياضية تتكلموا بالطريقة هذه. وراه شوف الفيفا والسيو واحد وكل يعرفوا زادة ثم موازنات وثم حاجات ما يفوتهمش، لأنه من جهة أخرى ونختم، ثم اليوم ضغط جماهير ودول على مستوى معناتها الكون كل ضد الكيان الصهيوني. فوزي أنا والله بحب نعرف حاجة بركة، الناس معناها كي يتكلموا الناس هذوما ويحكيوا ويقولوا معناها ويدافعوا على فلسطين وكل شيء، والموتى معناها والشهداء اللي موجودة في غزة كل شيء، حتى معناها ما نعرفش العالم الكل ساكت، ويخرج معناها ملاعبي ويخرج معناها رياضي معروف ويتكلم ويحكي على غزة ويحكي على الشيء اللي موجود وكل شيء ويدافع ويتكلم، جمعيات وتعاقب والجامعة الجمعيات الكلها اللي موجودة في أوروبا كل تعاقب، الناس الكل معناها ضد الناس هذوما. مانيش عارف أنا بالضبط، فلسطين مسكينة وغزة مسكينة، معناها ناس معناها تحت الحصار تحت الضرب تحت القصف تحت الموت، شهداء كل واحد، معناها الناس كل زمان تسكت بحل حتى حد فمه، اللي يتكلم معناها يضربوه واللي يحكي يعاقبوه. أنا مانيش عارف بالضبط العالم هذا والماشي، ولا عرب هنا مانيش عارف ساكتة، ومفما حتى إنسان معناها تكلم وخرج وقال احنا رانا يا ولاد رانا شعب ورانا عباد ورانا ناس، وهاي الموتى غريبة وكهو ولا غريبة، أقسم بالله غريبة. من الأجيال النجوم الرياضية أعلنت التعاطف ودافعت بشراسة على القضية الفلسطينية العادلة، نجوم أخرى ما سمعناش ليها حتى صوت. هم مش هيك النجوم صاحبي، شفتم العباد هذوما اللي يعاقبونا واللي ينتقدوا في لاعبينا والناس عطت رأيهم، هذا في الماضي القريب بعثونا برلمانيين نتاعهم يحبوا يعطونا دروس في الديمقراطية ويحبوا يحاسبوا سيد الرئيس اللي هو قال لك يضيق على الحريات، ووزراء نتاعهم ينتقدوا في تونس اللي والله نحن قاعدين المعارضين نعذبوا فيهم، هاي حقيقتهم، هاي حقيقتهم. في فرنسا تتكلم تقول فلسطين راهي تتعرض للإبادة يحكم لك بالحبس، لاعب يلعب في البطولة الألمانية أو الفرنسية يدعم فلسطين ما عادش يلعب وما عادش يدخل ويتعاقب، بطلت التنس معناها مهدد بالإيقاف، الحفناوي كيف كيف على خطر عطاه رأيه. نحب نتسائل سؤال بريء، يعني اسكو هذه الديمقراطية نتاعهم؟ أنا الديمقراطية نتاعهم من الرأي الواحد، والديمقراطية نتاعهم ما نتكلموش على الحق، والديمقراطية نتاعهم وحرية الرأي نتاعهم اللي رأيك تقولوا ورأي ما نقولوش، يعني هذه هي الديمقراطية نتاعهم. اليوم الحرب اللي تعرض لها فلسطين كشفت الوجوه نتاع اللي عندهم دوبل الأقنعة نتاعهم، هذوما اللي عندهم الماسك دوبل كاسكيت، مش دوبل كاسكيت، عندهم ماسك يحكيهم معانا بحاجة يقولون ما لا يفعلون، هذوما ناس قاعدة تحب تفرض علينا رأيها بالسيف ويحبونا معناها عبيد تحت منهم، نقول لهم لا، اليوم تونس تبدلت، اليوم الرياضيين التوانسة تبدلوا، أحرار يتكلموا كيما رئيس الجمهورية يتكلم، كيما الوزراء بتاعنا يتكلموا، كيما رياضتنا رياضينا يتكلموا، كيما جمعياتنا تتكلم، انتهى عهد الرأي الواحد والناس اللي تتحكم فينا. مكر شنو حكاية القضية العدلية ضد أم جابر؟ والله يقال اللي الصهاينة مش يقدموا ضد قضية عدلية. لا لا لا، اسمعني نقول لك حاجة، أم جابر تدبر تملك اليوم العشية خرجت تصنيف العالمي جديد، أم جابر حافظت على المرتبة بتاعها السابعة، وما فماش حتى ثانية اتحاد الدولي للتنس واتحاد المحترفات بتاع التنس ما عندهم حتى دخل، ما يتدخلوش فيه وما يقبلوش التدخل، ما فماش من حكايه انس باش تتعاقب جمله. ونحن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يمشيوا في خط سيد الرئيس ويجرموا التطبيع. اما الخوف كل الخوف الحقيقه هنا، انت قلت اما الخوف كل الخوف على الحفناوي، نعرفوا الحفناوي وين يتدرب، والحفناوي وين موجود، بطل عالمي بطل اولمبي،
لا سامي شو لانه ينافس في الامريكان، شكون هو المنافسين بتاعه؟ الامريكان والاستراليان والشينوا. دونك انا نخاف على الحفناوي اكثر من نخاف على اون جابر. اصعب برشا من وضعيه الحفناوي واصعب برشا حتى من وضعيه اسرائيل. اما راهو يا مكرم راه فما نقطه، انت حكيت عن الغرب، راهو الغرب ماشي في نفس التوجه نتاع الحرب اوكرانيا روسيا. فما زوز حلف منا وحلف منا، مش ندخلوا شويه في السياسه، فما دونك مشاو يتبعوا في نفس السياق، دونك ما تلومش عليهم. اما وين 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 فما الحاجه الايجابيه؟ وقت اللي فرنسا اخذت القرار باش منعت وكتمت الاصوات وكل، جاء القضاء الفرنسي والغى القرار الحكومي، وهذاك علاش خلى كريم بنزيما وغيره يتكلموا، وهذاك علاش خلى زيدان اللي ما ضرش يا صاحبي، اما زيدان راهو ساند كل المسانده اللاعب الجزائري اللي ينتمي لنادي نيس على الموقف نتاعو، وجاء ضد القرار نتاع على فكره راه وزير الداخليه نتاع فرنسا بوه من باجه وامه من الجزائر. دارمانيان دارمانان ام بوه باجي وامه تزيري. جابرييل اتال بلوتو. لا 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 حتى ذاك زاد عنده ومحمد صلاح صح. محمد صلاح حتى كي خرج وتكلم تحت الضغط راهو ما قال شيء وما ساندش، عطاه فلوس هذيك حاجه. اما هو حتى كي يتكلم كل شيء في المهبوط، ضد العنف وضد كذا في المسيب. شو يكفينا ما قالش ضد عنف الصهاينه على فلسطين. اسمعني، اكبر لاعب في العالم عنده الباجة نتاعو متابعين هو كريستيانو رونالدو. شفنا موقف كريستيانو رونالدو مش من توا، من قديم زمان، وزاد عاود دعمه وموقف محبي ليفربول اللي يلعب فيها صلاح اصلا. بالضبط. كريستيانو عطى درس واشبه النجوم سواء هنا ولا برا، حق الناس يحشموا على روحهم كيف ما يحشموا بعض الحكام العرب الخونه للقضيه الفلسطينيه. تفضل عندك شيء اضافه. وزير الداخليه نتاع فرنسا يكون اسماعيل حتى شنو يكون اسماعيل حتى حسب كلام سي سامي. لا بالجد هذا قال الحقيقه. هي بجد بو بيجي امه جزائريه. ايوه والضربه ما تجي كم من غد. اي سي صاحبي قول الجابر هو ما يقص الراس كان ربي سبحانه، مش عنده باش يعملوا له. والله يا سيدي يونس جابر العالم كله يعرفه، وصلت الثانية عالمية وما خافتش. ها يا سيدي باش نقول لك يونس جابر أرجل من برشا عنا واللي في تونس. أرجل من برشا عنا في تونس يعرفوها مربع كامبانا مش معروفين جبل، وخايفين على سمعتهم وخايفين لا يساندوا فلسطين. ولكن الوليد الحفناوي عمره 21 سنة. كلا ليه 21 سنة ربح الأمريكان والشناوة والأستراليا كلها ربحت وما خافش وخرج رجله. والله العظيم انا تو تفرجت وفما واحد اخر راهو زاد ساند يوسف المساكني، رد بالك ساند القضيه وهبط. لكن فما واحد اللي ساندوا بقلب ورب يعرفوش حد ما نعرفوش يبكي الوليد تاع النادي الافريقي هذاك تاع هون هذاك عندنا دائما نعرفوه. اما ذاك حتى كان ساند بقلب ورب، يعني ريتو السيد ذاك اللاعب ذاك هو اللي يمثل جميع اللاعبين ويمثل الجمهور التونسي بجميع الفرق. برافو اللاعب النادي الافريقي ما نسميهش تاع كره اليدم. برافو لكل من سند القضيه الفلسطينيه العادله، وان شاء الله الناس اللي قاعدين يتمنوا الهزيمه لاشقائنا في فلسطين ان شاء الله احلامهم ما تحققش على ارض الواقع، وان شاء الله ربي سبحانه ينصر اخواتنا في فلسطين. توا خلينا نرجعوا نحكيوا كورة شوية ونحكيوا على الجولة الختامية للبطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى. تقرير للزميلة نهلة جبالي حول هذه الجولة، ونرجعوا ناخذوا ماتش ماتش ونحكيوا شوية عن الجولة المذكورة. نزل الستار يومي السبت والأحد على فعاليات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الوطنية الأولى. البداية مع مباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي، حيث تمكن أبناء باب جديد من السيطرة بالطول والعرض على هذه المباراة، وهو ما مكن أبناء الكوتش سعيد السيبي من الفوز بثلاثية من إقدام بسام صرارفي والمهاجم إيدو والمهاجم حمدي العبيدي، مقابل اكتفاء الأولمبي البيجي بتذليل الفرق في مناسبة واحدة.
في ملعب سوسة نجح أبناء المدرب عماد بن يونس من الضرب بقوة أمام صاحب المرتبة الأخيرة مستقبل سليمان بثلاثية كاملة مكنتهم من افتكاك الصدارة في هذه المجموعة الأولى التي شهدت إعفاء الملعب التونسي من المشاركة فيها. المقابلة الختامية جمعت قوافل قفصة بضيفه اتحاد بن قردان حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، فانتظار ما ستبوح به الجولات القادمة في مرحلة الإياب من أسرار ومفاجآت. في المجموعة الثانية كان فريق اتحاد تطاوين معفى في هذه الجولة، كما تم تأجيل لقاء النادي البنزرتي وضيفه الترجي الرياضي التونسي بحكم انشغال أبناء المدرب طارق ثابت بالمسابقة القارية الجديدة أمام فريق تيبي مازامبي. دار لقاء بين فريق مستقبل المرسى وضيفه نجم المتلوي الذي نجح في افتتاح النتيجة مقابل أن يعدل أصحاب الأرض والجمهور، ونعني بهم جمهور القناوية الذي ما زال لم ينتشي بعد بأي انتصار إلى حد الجولة الختامية في مرحلة الذهاب. المقابلة الختامية لهذه المجموعة جمعت بين فريقي الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي الذي كان خارج الموضوع مرة أخرى، وهو ما جعله ينحني للمرة الثالثة في مرحلة الذهاب. الثابت والأكيد أن الاتحاد المنستيري والذي كان انتصاره عن جدارة واستحقاق بفضل الروح الانتصارية والانضباط التكتيكي لزملاء الحرس الدولي بشير بن سعيد. مقابل ذلك أصبح أبناء المدرب نبيل الكوكي مطالبين بالتدارك سريعا حتى لا يجد الفريق نفسه في وضع لا يحسد عليه، باعتبار وأن زملاء اللاعب شادي الهميمي لم يظهروا في الجولات الأخيرة بالمستوى الذي ينتظره أحباء السياسات. قبل ما نعطيكم الكلمة ونحكيه على ماتشوات البطولة، كما قلت في بداية التقديم قبل التقرير للزميلة نهال جبادي، معلومة توصلني تو يقول لك البطل أيوب الحفلامي تم سحب لقب أفضل سباح. سحب ما استعرفوش به كأفضل، هو أكثر واحد متوج سامي هكا ولا؟ أي على المستوى الدولي. على المستوى الدولي معناها عقوبة لي بعد تظاهره مع القضية الفلسطينية، نحاولوا هذا اللقب الشرفي كما نقولوا. تعليق هو كان باش يتحصل عليه اللقب. اي ما تحصلش. هذه بدات الحسابات في صالح. شو صاحبي؟ كل حاجة فيها التصويت وفيها منح جائزة راهو باش يقع حرمانه منها. الحاجة الوحيدة اللي ما نجموش يحرموه منها هو المسبح. إذا مش يفوز عليه في المسبح ما عنده ما يقولوا. هو خسر الجائزة هذه وربح حب العباد. لا بيسير. وربح قدره وربح قيمته في الدول العربية وفي العالم كامل. و21 سنة أعطاهم درس في الرجولة وأعطاهم درس في الأخلاق ودر برافو حفناوي وإن شاء الله ربي يوفقه وفي التوزيوبة مع في المسبح. يا مكرم راو الرجال مواقف وراو الموقف هو اللي يقعد، الموقف هو اللي يقعد والرجال مواقف. السيد هذا يخذ موقف شقع التاريخ، أما قلنا خوفنا عليه في هذا ينحيوله اللقب، هو لقب شرفي أحسن سباح في الموسم 23 لقب شرف، أما راو في الميداليات مش يكون في المسبح، والمسبح هو مش يربح هو تو ربحها مو جاي الاول برا خذها. ما هي هاي المعلومه هاو الخبر بالضبط. اعلن الاتحاد الدولي للسباحه مساء اليوم الاثنين عن اختيار الصيني كين هابان كافضل سباح لسنه 2023 رغبه تصدر البطل الاولمبي والعالمي التونسي احمد ايوب الحفلاوي للتصويت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تمت معاقبة هذا البطل على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية. هي الحكاية، شوف الحكاية سهلة برشا، هو حلوا تصويت، لذا معناتها المواقع الاجتماعية تقول مواقع الاجتماعية تقول الناس الناس صوتوا لحفني وفات الحكاية نحيوا له ما ينحيلوش واحد هي حكيت لك، أما الناس صوتوا معناتها مش توانسة برك صوتوا للحفناوي. انا نحب نقول لهم جاه ربي نحولوا للالقاب الكل مش مشكل. حفناوي هو بطل الابطال رغم انوفكم في المسبح، اكد اللي هو بطل، برجوليته اكد اللي هو بطل، بمواقفه الانسانيه اكد اللي هو بطل، مساندته للقضيه الفلسطينيه علنا اكد اللي هو بطل، بالتالي هذه الخزعبلات لن تؤثر على البطل احمد ايوب الحفناوي، سيبقى بطل رغم انوف هؤلاء الجبابره اللي ما يحبوش الخير لكل من يساند القضيه الفلسطينيه. سيدي باش نرجع باش نرجع كلمه ان شاء الله اللجنه الاولمبيه التونسيه تاخذ موقف، وان شاء الله اللجنه الوطنيه الاولمبيه ورساله للسيد محرز بوصيان رئيس اللجنه الوطنيه الاولمبيه، يجب ان نسمع صوت اللجنه الوطنيه الاولمبيه ورئيسها الاستاذ محرز بوصيان
تجاه هذه المردمة المسلطة على البطل أحمد أيوب الحفناوي. معنى أيوب الحفناوي يهز للقاب ونجيو من تالي نطلع واحد قبله، هذه جريمة رياضية مثل جرائم الكيان الصهيوني في حق خواتنا. خاطر سي صاحبي فما كلمة للعباد تحب، خاطر توا الحفناوي تو الموقف نتاع اللجنة الأولمبية مرة أخرى على قانون الهياكل الرياضية الكشاكش طلعت نتاعهم، لأنه باش يتمسوا عايش خويا. أنا نحب مرات تنديد من اللجنة الأولمبية، مش كلام وحديث فارغ. يا صاحبي ما نحبش، نحب كان نقول كلام إيه تو نزعزع الدنيا. زعزع. اللجنة الأولمبية شنو تحكيوا على اللجنة الأولمبية وقتها هي فهمتني مطبعة اللجنة الأولمبية التونسية. اليوم رئيس اللجنة الأولمبية اللي هو نحترمه سيد بعض المصيد، اليوم تم انتخابه في في اللجنة الأولمبية الدولية صحبة صهيونية. صحبة صهيونية تعرف شو معناها تطبيع؟ هو يا صاحبي تعرف شو معناها تطبيع؟ التطبيع معناها الأمور تمشي عادية مع ناس نحن ما نتعاملوش معاهم. اليوم سي محرز بوصيان ما احترمتنا ليه، قعد معاه في الوقت هذا بالذات، وقت الصواريخ تضرب في غزة، وقت الصغيرات قاعدين يموتوا، وقت الشعب التونسي والشعب الفلسطيني قاعد متشرد، وقت الناس تبكي في الشوارع، وقت الحصار موجود، سي محرز فرحان بانتخابه صحبة الصهيونية اللي ترشحت معاه وسلموا بعضهم وعانقوا بعضهم ووقفوا تصوروا مع بعضهم. هذا يعتبر حسب رأيي ورأي شخصي راهو ما يلزم حتى واحد، لا صاحبي لا حتى واحد، هذا تطبيع، هذا تطبيع. وذاك علاش قلت لك يا صاحبي يجب تجريم التطبيع، مش كل واحد يتحمل مسؤوليته. اليوم الوزارة ترفض مش تطبع مع حتى صهيوني، في المقابل اللجنة الأولمبية يقعد في البيرو مع صهيونية قاتلة أطفال غزة، صهيونية قاعدين يقتلوا في صغارنا، قاعدين يشردوا في أهالينا في غزة، ونقعد مقابله. تي ما نقعدش مقابله، تي ما نترشحش، وناخذ منصب آخر نهار آخر، ناخذ منصب الرجولة ومنصب موقف، الموقف نتاعي هذاك منصب عندي أنا تيش فوق راسي. المناصب كل تمشي راهو، تبقى الرجولة والمناصب اللي يختاروها الناس، اما موش اي نقعد مع صهيوني وبعد تقول لي تدافع عليه، ما تدافعش عليه. ما كرم نلاقيه مو زاد نستناو السيد محرز بوصهيون ونسمعوا موقفه، ما نحكموش ما نصدروش احكام. مش اللي قدامي صوره نحكي عليها. هو تفضل سامي. مش حاب نقول كلمه بارك الله. هي المشكله الاساسيه، قلت لك احنا في القضيه الفلسطينيه ككل، شنو هي المشكله الاساسيه؟ المشكله الاساسيه هي حكامنا. وشنو الرهان؟ شنو الرهان؟ هو الكرسي. اما خير الكرسي ولا المبادئ؟ هو الواهم شال قدم نفسه المنصب اي اللجنه التنفيذيه، لانه اللجنه وجوده في اللجنه التنفيذيه تنفي القانون القادم اللي جاي نتاع الهياكل الرياضيه، مش يقعد هو على راس اللجنه التونسيه اللي معناتها اللجنه الاولمبيه التونسيه. كان هذا معناتها على المبادئ وعلى القتلى وعلى المشردين، يا ودي مش المشكلة. أنا قلت لك المشكلة مشكلة العرب كل، لذا في سبيل أنه يقعد لمعناتها لعهدة ثالثة ورابعة وخامسة وسابعة وعاشرة، هو مش تعدي طبع، ومش السيد هذا برك، كلهم يا اخي. انت توا رئيس الجامعه التونسيه معناتها كره القدم كان يلقى معناتها دخله صغيره ولا منفذ صغير، هي تو يولي يطبع زاد، تو يولي ديريكتور تكنيك نتاع الجامعه الجامعه الاسرائيليه. واضح سامي، واضح سامي، واضح مكرم. اما استنى استنى باش نبدو نحطوا نقاط على الحروف حتى انا نتعسف على الرجل. انتم محرار في كلامكم، لا سامي انتم محرار في كلامكم، لكن ربما كي يخرج سيد محمد حسين يعطي وجهه النظر نتاعه، وربما انت ماكم قد تبدل كلامك، وبالتالي ما نحبش في غياب الرجل. احنا هنا نعملوا بلاتو باش نحاكموا الرجل. رايك محترم، راي سامي محترم، راي عربي محترم، راي السيد الحضور، السيد الحضور كل ما سامحني السيد الحضور، لكن يبقى من حقنا باش نسمع صوت الرجل المعني بالامر سي محمد حسين. كمل معك سي صاحبي. باش نقول لك حاجه بركه، الشيطان سالوه قالوا له مناش تخاف؟ قال لهم نخاف من آيات الكرسي وباللي يقعد على الكرسي وباللي صفق اللي قاعد على الكرسي. يعني الشيطان خاف من ثلاثة ذي الكلامنا قياس يا سيد.
سيتي صاحبي كمل معك باختصار مع خلنا برجع وقت حاب نقول المكرم راهو في الامم المتحده اسرائيل ممثل واحنا ممثلين الامم المتحده هيكل دولي واللجنه الاولمبيه هيكل دولي باش نجاوب بشويه انا معاك لو كان صفحها تصور معاه والكل انا معاك هذاك امر باش نقعد معاه هو انتخب هو كان يعرف اللي هي باش تنجح في الانتخابات هي نجحت هو شرف للعرب والتونس كونه نجح من الراجل كما قال لك نسمعوه اما راهو مش يجلس معاه في اجتماع زعما تبع لا هو يمثل هو يمثل شرف التونس ودابور بعد المرحوم محمد المزاني كونه عندنا انسان في اللجنه التنفيذيه تاع اللجنه الاولمبيه الدوليه اما باش تقول لي ما سمعناش الراجل زعما نسمعوه دابور اما حتى كان سمعناه راهو الامم المتحده فيها ممثل اسرائيل دائم وفيها ممثل تونس وفيها ممثل لا تجوز ممثلي البلدان العربيه يدافعوا على القضيه الفلسطينيه ما تحكيش ما انا مانيش نحكيو على نفس الشيء مش نفس الشيء لا تجوز المقارنه يا سي صالح المجلس الامن اللي تحكي عليه مش مجلس الامن ومجلس المتحده اي المتحده ومجلس الامن كيف اللي يكونوا ممثلين يدافعوا يلزموا يكونوا موجودين حتى عندنا قضايا عالقه قاعدين ندافعوا عليها ويلزمنا نكونوا ممثلين تلقاهم قابلوا يسب فيه يقول له انت مجرم حرب انت تقتل في الصغار اليوم ثم الهياكل الدوليه غير مجلس الامن والامم المتحده خليني لحظه مش ليه مش مش تكمل كل شيء تكمل خلينا نعطيك انا عندي في الاطار هذا اللجنه الوطنيه الاولمبيه عندها ساعتين من زمان هبطت بلاغ مساندة للقضية الفلسطينية وهاو نشوفوا الباجة تريبيا تريبيا نبدو واضح لا خلينا نكمل كلامي مكرم ليه مش نعملوها محاكمة رب تصفوا حسابات مع العباد مكرم تصفوا حساباتي قلت لك نكمل كلامي يا مكرم على شكون انا عندي معامل كبير صاحبي يا مكرم يلزمني نوضح رايي انا هاي اللجنة الأولمبية مش احنا ناس تعرفين في المباشر انا نسكت على كي خليك انت تتكلم هاي اللجنة الأولمبية عكس الجامعة التونسية لكرة القدم برافو عليها هاي السيستم برافو لنا سامحني تفضل يوسف نقول لك حاجة برك برنامج تاعنا قدش عنده من البداية ساعتين ونص بعد ما بدا البرنامج تاعنا هبط شوي بشوي هذه الأولى الحرب معناتها المعركة الأخيرة وقتاش بدات 13 يوم عندها بدات نهار 7 أكتوبر أن جران بوليتيسيان فرونسي يقول النية طيبة لا تروتار تروب صحيت شوف اللي مش نقولوا نفس الأفكار المهم بارك الله فيهم بارك الله فيهم كمل خاطر فما بعض الاقزام تو انا خاطر قاعدين يتواصلوا معي بعض الاقزام حبوا يوظفوها في اتجاه اخر استنى حتى واحد ما يعطينا دروس حتى واحد ما ينجم يعطينا دروس اعلام كذا ومرة فضيحة شنو البلاغ هبط تو اعطيته تو انا البلاغ وقت هبط البلاغ قلنا اللجنه الوطنيه الاولمبيه هبطت بلاغ مسانده للقضيه الفلسطينيه وعلى موقعها الخاص فما حداد الور احنا نقولوا اللي فما بالتالي بس قرونا اعلام ماذا واعلام كذا هذول الاقزام لا يعنينا كلام خلينا نقولوا الحداد تفضل هاني رجعت الحداد شيء كلنا في حداد اما انك تاخذ موقف الحداد مش موقف هاي الجامعه ما عملتش بخ فماش حداد هذيك متفاهمين فيها لكن الحداد ليس موقف سياسي بارك الله فيك يا صاحبي كي تطرقت للموضوع مش خليت اللجنه الاولمبيه تهبط البياد واليوم رانا بارك الله في برنامج ملعب النجوم وقناه تونسنا اللي حركت النخوه العربيه في قلوب اللجنه الاولمبيه وما يجي يقول لك راهو مصافحه الصهاينه والصور مع الصهاينه وملاقات الصهاينه تطبيع هذا رايك مكرم اللقيان عربي كملنا هذا رايك سي مكرم ومازلنا نحتاج الى باش نسمعوا صوت الاستاذ محمد بوصيان باش يدلي بدلو في قضيه الحال فوزي صغير النادي الافريقي يضرب بقوه امام الاولمبي البيجي ثلاثيه للسيا امام جماهير كانت رهيبه باتم على الكلمه في مباراة البارحة تفضل كلمة كما قلت سحبي جماهير رهيبة وجمهور النادي الافريقي كالعادة معناها في حضور معناها مكثف والنادي الافريقي الوقت الحالي في نسق تصاعدي وجمعية قاعدة معناها تقدم في
في مقابلات طيبة، واللاعبين معناها اللي موجودين توا قاعدين قايمين بالوجه بكل صراحة. المقابلة كانت معناها الشوط أول كان ممتاز جدا للنادي الإفريقي، كانت معناها النادي الإفريقي سيطرت على مرادهات معناها المقابلة كلها من الأول. الشوط الثاني كان معناها النسق تاعها، على خاطر ما نعرفش أنا، يمكن ما نعرفش الملاعبية معناها حسوا روحهم اللي هما انتصروا المقابلة وفات وكل شيء وانتصروا. ثم كالعادة أنا ما نعرفش أنا، يمكن هذا رأيي أنا الخاص، التغييرات نتاع المدرب كالعادة تغييرات معناها مش في بلاصتها. خروج وسام يحيى معناها غلط، خروج بسام الصرافي أنا أتوقع غلط، معناها وسام يحيى تنجم تخليه غاديك يكون معناها هو سند للملاعبية الصغار، يكون يعاونهم ويقف معاهم ويركح اللعب. ما نعرفش تخرج فيه هنا كل ماتش، مانيش عارف علاش، ما نعرفش أنا، تغييرات ماهيش في محلها، حتى خروج الصرافي معناها مش في محله. الحمد لله معناها بالجمهور العظيم، جمهور كبير برشا، جمهور هو اللي معناها يعاون في الجمعية ويدز مع جمعيته، خلى النادي معناها في مستوى عالي. وبكل صراحة جمهور كما جمهور النادي الإفريقي تعطيه أي جمعية معناها في تونس، مع الجمهور هذاك بكل صراحة النسق يطلع والنسق يولي معناها نسق تساعدي. ولذا بالنسبة للنادي الإفريقي تو في نسق تساعدي وجمعية قاعدة معناها ماشية لقدام وتعطي في نتائج طيبة. سي صالح، كيف شفت مباراة النادي الإفريقي والأولمبي البلجي؟ صاحبي المدرب النادي الإفريقي سعيد السايبي لقى التركيبة المثالية للنادي الإفريقي، يلعب بنفس الخطة 4 أو 5 مقابلات، نفس التشكيلة الأساسية بدون تغييرات. هل استقرار في التشكيلة؟ الاستقرار في التشكيلة أعطى أكله، أعطى ثماره. دونك شفنا هجوم النادي الإفريقي، هجوم فاعلية متاعه 100%، 3 أهداف 3 مهاجمين النادي الإفريقي، كينغسلي السرارفي والعبيدي. دونك شفنا النادي الإفريقي ديسيدي، النادي الإفريقي مباراة مهمة ليه لأنه يلعب مع المتصدر في المجموعة متاعه، والفوز يعني تقدم على المتصدر، هذاك اللي حصل. النادي الإفريقي وصل للمبتغاه منذ الدقائق الأولى، كان مصر هجومات متكررة بصراحة. النادي الإفريقي عمل شوط أول استثنائي، وهذا زاد أنا ما نساوش اللي دور الجمهور الكبير اللي لعبوا جماهير النادي الإفريقي. الناس كل كانت تستنى في الدخلة، الناس كل كانت تستنى في فرحة، كانت تستنى جو كبير سبق المباراة، وكأني به دور نهائي لأنه الناس الكل بالمسبق سامعين، دونك كانوا يستنوا في حاجة عظيمة. هذا الكل مشى، المباراة دخلت في النسق نتاع الدخلة نتاع النادي الإفريقي وأعطت تأثيرها إيجابي على اللاعبين. شفنا شوط استثنائي للنادي الإفريقي، نجم نقول لك النادي الإفريقي اقتل المباراة في الشوط الأول، الشوط الثاني طاح النيفو شوية، أعطى النادي الإفريقي فرصة للأولمبي البيجي اللي ما ننزاوش مازال الأولمبي البيجي فريق محترم ومحترم جدا، عنده عناصر ممتازة، فريق متكامل، فريق سودي. دونك النادي الإفريقي كمل سجل الهدف الثاني واتمان على النادي على النتيجة، ومن هنا جات التغييرات. فوزي رتح السرارفي ورتح وسام بن يحيى، عمل تغييرات المدرب، تغييرات تكتيكية أكثر منها. هالنقطة برك لهنا المدرب النادي الإفريقي وللنادي الإفريقي ككل هي الكوتي ديفنسيف. النادي الإفريقي مازال عنده شوية مشاكل من الناحية الدفاعية، عليه كان المدرب يخدم عليها ويصلحها. انتصار مستحق للنادي الافريقي، لكن الانتصار الاكبر كان لجمهور النادي الافريقي. شابو با جمهور الكلوب افريكان اللي صنع الحدث البارح دخله تاريخيه وتضامن تاريخي مع القضيه الفلسطينيه العادله. نتفرجوا مع بعضنا.
من نجم كان نقول رائع جمهور النادي الافريقي، رهيب جمهور النادي الافريقي، شابو با جمهور النادي الافريقي، وقال حاجة تصفيق على جمهور النادي الافريقي. بالحق جمهور الكلوب افريكان عطى درس جمهور النادي الافريقي، قاعد كل جمعة كل مناسبة يعطينا في دروس عنده أهمية برشا، واليوم درس إنساني درس أخلاقي فيه برشا وفاء للقضية الفلسطينية. سيمونشي صاحبي شيء فريمون يفرح، قشعر البدن فريمون. والحاجه الحاجه الباهيه الحاجه اللي اكستراوردينير سيك احنا عطينا سكوب في راديو ماد اللي العالم يلزمو يتفرج في الدخله نتاع النادي الافريقي تو يشوفوا شنو التونسي دو كوا اللي كابابل. حاجه بركه حبيتها تصير في المباراه هذه اللي الفرق النادي الافريقي والاولمبي الباجي حبيت اليد في اليد ويمشيوا لك الجماهير هذيك ويصفقوا عليهم، وبعد كي تبدا المباراه حاجات اخرى. فوزي حاب يتعلق على تفضل تفضل. جمهور عظيم بكل صراحه، وجمهور عظيم مش غريب عليه. كان تتذكروا السابقه القديمه نتاع اللافته اللي صارت هذيك، بالرغم في وقت هذاك في وقت معناها صعيب برشا، مش كيما توا قرارات رئاسيه معناها كل شيء، ورئيس الدوله معناها مشكور اللي هو مع القضيه الفلسطينيه. في القديم وقت الوضع هذاك جمهور خرج وعمل لافته، وبالرغم معناها كالضغط اللي صار على الجمهور، وماهوش غريب على جمهور عظيم كما جمهور النادي الافريقي اللي هو يقعد اقوى جمهور بكل صراحه، اقوى جمهور في تونس. ونحب نذكر انا حاجه، جمهور هذايا من القهر كما معناها حكيت مع سي سامي، جمهور هذايا مقهور جمهور. لا عاد ما تاخذليش كلمه، تفضل اي مسيرش. اليوم شكون قاعد تفسكي على سامي غادي؟ لا اليوم شكون 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 اللي في غزه قاعدين يقوموا بالبطولات؟ أطفال الحجارة، هذوما جماعة أطفال الحجارة. جمهور النادي الأفريقي، النادي الأفريقي ما كانش عنده جمهور هكا. أنا أكبر منك وأكبر منكم، ما كانش عنده جمهور هكا. لكن سنوات الجمر هذوكم اللي تظلم فيهم النادي الأفريقي واللي تقهر فيهم النادي الأفريقي هو اللي ولد الجينيراسيون هذيا. لذا الظلم دائما يدور على الظالم. أكاو هذاك تحب نقول. وكأنك تحب تقول جمهور النادي الافريقي هو جمهور اطفال الحجاره. اي جمهور، قلت لك جمهور، قلت لك جمهور اللي تربى على اطفال الحجاره، قلت لك جمهور سنوات الجمر وسنوات الظلم. هذوما اللي عمرهم اليوم 20 سنه في النادي الافريقي و22 و23 سنه في النادي الافريقي هما الجماهير، جماهير سنوات الجمر في الكره التونسيه. احببنا ام كرهنا، ثم شكون يخافوا ما يقولوش. أنا ديما نقولوا، أنا معك ومش من توا نقولوا، وبالله زيدوا يظلموا، زيدوا يظلموا الكرة نتاعنا، وزيدوا يظلموا الفرق، خلي يوليوا عنا جماهير هكا. هاي سي صالح نكمل معك. كريستيانو رونالدو قبيليك قلت لي توجه للأطفال غزة، قال لهم ما احنا مشهورين، أما أنتم الأبطال. هذه كلمة سقراطيس اللاعب البرازيلي، احنا زاد نقولوا راكم أنتم جمهور النادي الأفريقي، أنتم الأبطال، أنتم اللي عملتوا كل شيء. خاطر بلاش بيكم ما نشوفوش مباراة هذاكاكا، وبلاش بيكم ما يوصلش الصوت نتاع تونس ونتاع جماهير التونسية لأشقانا في غزة. دونك شكرا شكرا وألف شكر لجمهور النادي الأفريقي والجماهير الرياضية التونسية، حتى جمهور النجم الساحلي كان بطل البارح، حتى جمهور النجم الساحلي كان بطل البارح في مباراة ليطوال أمام الاتحاد المنسيري. النجم الساحلي ينتصر بثلاثية على الاتحاد على مستقبل أسليمان. مكرم كنت حاضر في الملعب، كيف شفت هذه المباراة؟ والله بارح عجبتني ليطوال، عجبتني يمكن سليمان ضعيفة شوية، لكن اللي عجبني كنقى رائد القزاح الحارس الشاب هو يحرس مرمى نجم الساحلي، كنقى عبيد يرجع المستوى الحقيقي، كنقى جرتيلا يهبط ويسجل، كنقى الجزيري يرجع الفورمة نتاعو ويقع أنا في المراوغات نتاعو، كنقى الوليد الجبالي اللي هو باسيل من الكيف هو وخوه توأم مشاو لصاصيان، مصاصيان معناها ما تكلفوش حتى 25 مليون على ليطوال، اليوم يقوم بالدور هذاك. نقول مستقبل الفريق هذا النجم الساحلي يجدي في ثمار مركز تكوين الشبان. هذا هو الصحيح، اليوم مركز تكوين الشبان واللي خدمه كبيره خدمها الناس اللي تعدات على المركز كله، راهو ما نجموش نحطوا الخدمه الواحد. اليوم محمد علي المهذبي، الرواتبي، اسكندر قردبو، منصر عمار، الناس اللي خدمت كل خدمه بقلبها بربها في السونتر.
الحسومي ربي يشفيه من الاول بالكل. اليوم لا يحكي على الفنيين يحكي على نحن رضا شرف الدين ولا غير رضا شرف الدين كرئيس اي رايتك شخص معناها مركز تكوين الشبان ماشي في الطريق الصحيح، وهذا اللي النجم الساحلي تو ممنوع من الانتداب وقاعد يربح في الماتشوات، ربح فهمتني ولا زوج ماتشوات في افريقيا المبطل المغرب وصيف الجزائر، ربح ماتشوات ولهنا خاسر مقابله برك وعامل تعادل مع النادي الافريقي وخاسر ماتش مع باجا الاولاني وربح ماتشوات الكل. اليوم مركز تكوين الشبان نمشي معك في الواقع كان عطى الثمار بتاعه، وذاك علاش نقولوا ديما. وكان سي حموده بن عمار ربي يذكره بالخير وقتها كان رئيس الجامعه كان يفرض الاستثمار في مراكز تكوين الشبان، خاطر يعرف وقتها ضيق الدنيا تلقى كوش ولادك وتلقى كوشك الصغيرات اللي كونتهم، وهذا استثمروا في الصغيرات ما استثمروش في الناس تجيبوهم تعطيهم 120 مليون و130 مليون و5 مليارات في الاخر يارب. استثمر في صغيراتك وفر له ظروف ملائمه تراهم اللي ترانا تلاو بيهم مدرب باهي مش بالوجوه مش بالوجوه وما يصفيش حساباته وبالتالي تتقاو لاعبين كيما هيك. نقطه معش وقت سامي ما راهو مراكز التكوين، مراكز التكوين قانون فيفا وقانون داخلي في تونس، راهو الجمعيات معناتها معناتها ما يحترموش وما ينفذوش في القانون هذايا، لكن هذا قانون فيفا وقانون داخلي. سامح نقطه استسماح خويا سامي، نقطه استفهام كبيره حول المردود السلبي لمستقبل سيمان. صراحه مستقبل سيمان بعد وليد جلاد ان شاء الله ربي يخلص وحله، كان في باليه ولا في باليه اخرى ان شاء الله رجال سيمان تلتف حول هذا النادي اللي كان في ثلاثة مواسم كان خنقولها نورت البطولة الوطنية المحترفة الأولى. إن شاء الله أبناء سليمان يقفوا ناديهم لأنه قادر على التدارك وحظ أوفر لمستقبل سليمان في قادم الجولات. قوافل القفصة اتحاد بن قردان هدف مقابل هدف، معك أنت المباراة هذه عربي سنجرية. هو تفرجت فيها شوية أنا صاحبي، والله قفصة بكل صراحة فريق ممتاز جدا مش نبداو واضحين ديما الكونتور يدور على قفصه، وسي شاكر قاعد يخدم في خدمه باهيه. قفصه انا نقول لك سنه توا بحول لك تكمل هكا باش تضمن البقاء نتاعها، لانه عندها جمعيه وقادره حتى تخلط على الثلاثه الاولانيين. ربما ديما نقولوا ونعاود نقولوا الكوره في تونس الجماهير اللي حكى عليها سي المقهوره تاع الحجاره، راو كان تعمل كوره نظيفه في تونس تو ترى اكثر منها بعشرة مرات، واضح. وانت لابروفوني شفت عمناول شنو صار في البطوله نتاعنا يعني. ولذا انا رجعت على سي سامي، رايك تعطي حق العدل حتى العباد تزيد تتغرب بالكره. ولذا انا نقول لك فريق بن قردان فريق كل عام يلعب على البطوله وما يهزش البطوله يوصل للبلاي اوف هكاو، هذاك الغايه نتاعو. ومن بعد ولا يحب كاف ولا شامبيونز ليغ ولا يحب شيء، ديما المرتبه الخامسه ديما تمشي، يلعب على المرتبه الثالثه كيما. لكن انا نتصور قفصه بكل صراحه كانت تستحق الانتصار. ربما انا نقول وتذكروا كلامي، فريق قفصه فريق ممتاز وضعك. وفي المرحله الجايه باش تراوهم خير. الملعب التونسي معفى في المجموعه الاولى نتاعو، توا نحكيو على المجموعه الثانيه اللي معفى فيها اتحاد تطاوين. سي صالح الاتحاد المنسيري يواصل صوالاته وجولاته، والنادي الصفاقسي يتراجع مستواه ثلاثة هزائم متتالية. السي اس اس يخسر أمام مسير هدف مقابل صفر. مباراة القمة في الجولة هذه جمعت الاتحاد الرياضي المنسيري اللي قاعد يحقق في نتائج إيجابية عكس النادي الرياضي الصفاقسي اللي بدأ بداية طيبة وعمل زوز انتصارات متتالية، وبعد شفنا النادي الرياضي الصفاقسي بوجه اخر ثلاثة هزائم متتاليه، حاجه ما حصلتش في النادي الرياضي الصفاقسي عندها مده. والنادي الرياضي الصفاقسي مش متعود فريق في حجم وقيمه النادي الرياضي الصفاقسي بالامكانيات الموجوده باش يعمل ثلاثة هزائم متتاليه، رغم هنا المردود المقنع للفريق. الفريق مش خايب، راهو في النادي الرياضي الصفاقسي فريق يقنع. النادي الرياضي الصفاقسي فما فريق ما نقولش قاعد يتكون، مي فما كيف فما وجود فما روح فما تفكير، مي النتائج مش قاعده تتبع.
مباراة الأخرانية نادي رد الصفاقسي أقل حاجة كان نجم يخرج بنتيجة التعادل رغم المردود الممتاز اللي قدمه الاتحاد الرياضي المنستيري. نكمل مع سيمونجي بن إبراهيم، إلى أين يسير مستقبل مرسى؟ مرة أخرى مستقبل مرسى يعجز عن الفوز على أرضه أمام جمهوره في ملعب عبد السيسيو بالمرسى ويكتفي بالتعادل هذه المرة أمام نجم المتلوي اللي كان سباق في افتتاح النتيجة. اليوم يلزم ثم مساندرة مع جماهير مستقبل هذه المرسى مع الفريق، لأن اليوم راهو مش اليوم باش نحاولوا نلقاو نكونوا مشاكل مثلا مع الفريق ولا حاجة، لكن حتى الجوارات ما يلزمش تجاوب زادة الجماهير، لأن الجماهير زادة ما همش فرحانين بالنتائج. ونعرفوا احنا مستقبل هذه المرسى وكان الشيء هذايا الناس الكل تفهم كرة وتعرف كي تشوف انت مباريات ولا تدريبات تاع مستقبل هذه المرسى تعرف ان الفريق هذايا مش ماشي بعيد. على علم ولا مستقبل هذه المرسى عدى 7 سنين في الدرجات السفلى واليوم يلقى روحه في الدرجه الاولى، لكن مالوروزمون لا الانتدابات التغييرات اللي صاروا خلات اللي الجماهير ما كانوش يتوقعوا اللي مستقبل هذه المرسى يلقى روحه في المرتبه الاخيره. انا قلت اليوم اللي مستقبل هذه المرسى راهو يلزمه يبني على الاشياء هذه، يلزمه يقف مع الجماهير نتاعو، يلزم اليوم راهو الجماهير تحضر روحها باش نحضروا البلاي اوف البلاي اوت، وفي نفس الوقت نحضروا جمعيه كبيره ان شاء الله في الدرجه الاولى، لان جماهير مستقبل هذه المرسى تستاهل بملاعبيه نادي كبير. انا نقول اللي الوقفه راهو مع بعضنا، ماهوش وقت اليوم معناها باش الكريتيك ولا حاجه، ويلزم اليوم ثم حاجات يلزمها تتغير في مستقبل هذه المرسى باش نتاكيو لي بلاي اوت في ظروف ممتازة، لأن عندنا جمهور كبير برشا وباش يقف مع الفريق. عندك جمهور كبير في المرسى، لازم عندك زادة ملاعبية كبار، لازم ملاعبية يقدروا مريول المرسى الأصفر والأخضر، لأنه مريول ثقيل، لأنه المستقبل مرسى ماهوش اللي يجي راهو اسم فاعل في كرة القدم التونسية، وإن شاء الله الملاعبية يتحملوا مسؤوليتهم. ما نحبش الملاعبية، خلينا نكمل فوزي مان، ما نحبش الملاعبية يطلبوا كان الشهريات ويطلبوا البريمات الملاعبية، أعطي حق الجمعية وبعد اللي تحب تفضل فوز. والله كلمه حق في الحكم خالد قويدر بالنسبه له في مقابله نادي الفريق والاولمبي البيجي كان حكم ممتاز وعدى مقابله ممتازه. هذه سبعه مع مكرم النادي والله لا واحد والله تفضل. والله سيف الدين الورتاني تفرج عليه ماتش طوال من الكاف اول مقابله فما جيل جديد من الحكام. لا مش عندك حاجه، لا فما جيل جديد اكيد ان شاء الله يخطوهم. حكم حكيم عمره 27 سنه، حكم اول مقابله عنده لاسيستون يهزلو ورجوع يقول له هبط ويمشي وتمركبوا انتم، قوه شخصيه مش موجوده عند الحكام الكل. حسين ما نعرفوش وعمري ما كلمته. تفضل واحد اخر. شوف سي صالح عندك شي واحد اخر، سامي عندك شي واحد اخر. مقابله قفصه وبن قردين، وتعرفش معناتها مقابله فيها طرف بن قردين تحب ولا تكره. اللي شد كلوب فرج عبد اللاوي ممتاز، هو ممتاز وممتاز جدا. سعد خالو شيخ طبعا خالو هو ما طلعش الخالد بكر بيد يا عم حكم هو خالو ليش او قال لك ما دام انت خالو ما هوش ممتاز. اي ما نحكيش عليه. لا والله ممتاز ممتاز حكم غول والله. برشا حكام شبان ممتازين يمشيوا في الطريق السوي. نحبكم تكونوا عندكم ضمير، كونوا اصحاب شخصيه قويه، ما تدخلوش البيت الطاع اي واحد يحاول ياثر عليكم، كونوا ابطال. اخرج تكلم قول واش قالوا لي، نعرفها صعيبه اما قولها واش قالوا لي، واخرج بطل كيف ما خرج في القضيه الفلسطينيه البطل أحمد أيوب الحفاوي بطل الأبطال. نمشيو فاصل إشاري ونرجو نحكيو في بقية مواضيع برنامجنا اليوم.